وتشهدوا صح شوية يا خميس الخنجر، المفروض علاقتكم جيدة. تجي الخميس، خميس يصوروها انا اشوف بالاعلام ويكتبون خميس، شنو علاقتي بخميس اني؟ من وين اعرف خميس الخنجر اني؟ خميس الخنجر ايش وقت التقيت به؟ يعني انا استغرب من كثار مثل هذا القضية. رجل مهذب، رجل كريم جدا، وليس اجتماع بالمناسبة. أنا كنت رايحة العمان مع عائلتي زيارة علاجية، يعني سفرة علاجية، والرجل دعانا وأكرمنا حقيقة. واحد الحق يقال